صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا صبحتوا على خير وبخير. اليوم قررت اني نفلوجي لكم ان شاء الله، وصافي وبغيت نوريكم الشجره اللي خديت، عجبتني بزاف هاد اليوم. تويت نبقى ناخذ شويه يعني هاد النباتات وهادو، كل مره ناخذ شي حاجه. وكيعجبوني بزاف هاد الصبار لحقاش كما سميتوني صبار. ما كيحتاجش يعني العنايه بزاف، هو الشوك ديالو صراحه خايب، من كيقاتني يديا بقى كيحرقني واحد شويه. ولكن زوين بزاف، تعجبني الديكور ديالو كيف ما قلت لكم، تقدروا تحطوه في اي بلاصه، ما كيحتاجش العنايه بزاف. وكيعجبوني بزاف هذا النوع ديال النباتات هادو، ولا ما عرفتش شنو سميتهم. وصافي كما قلت لكم بغيت نبلوغي لكم باش تعرفوا عليا اكثر، غنبقى ندير لكم مره في السيمانه. والبارح يعني في الفيديو اللي طلعت بزاف منكم تقلقتوا لحقاش قلتوا ما جاوبتكمش على الاسئله سولتوني. انا درت هذاك الفيديو لحقاش وعدتكم نديرو الاسئله ديالكم، كانت هما تقريبا نصهم نفسهم اللي كاينين في الطاق، ولهذا انا الطاق موجده وبغيت نطلعوا لكم هذه السيمانه ان شاء الله. لهذا قلت غندير لكم واحد الطاق ديال 20، الا جاوبتكم يعني الطاق اللي كنت موجده انا، غنجاوبكم غير شي، غنقول لكم شي خمسه الحاجات ولا 10 على عليا انا يعني. ولهذا قلت نخلي حتى ندير لكم الطاق ان شاء الله نجاوبكم، ولكن في نفس الوقت ما غاديش ما نديرش الفيديو ما نجاوبش البنات اللي مثلا محتاج يجاوب. في نفس الوقت تعرفوني اني يعني قلت لكم غندير هذاك الفيديو ودرته وصافي، يعني ما كاينش يعني حتى شي حاجه في شكل صافي. يعني ما بغيتوش بزاف ديال الناس ما بغيتوش تكملوا عادي، ماشي مشكل، ماشي يعني اوبليج عليكم تشوفوا لي فيديو ديالي، اللي عجبكم شوفوهم، اللي ما عجبكمش ما تشوفوهمش. وانا سمحوا لي يعني الا خيبت الظن ديالكم، ولكن يعني ماشي تيم في حتى شي عيب. وبزاف منكم قلت لي يعني كاين شي حوايج يعني ماشي شخصيين، راه الاراء تختلف من واحد لواحد، يقدر انت ماشي شخصيه اللي كان عندك شي حاجه، ولكن انا عندي شخصيه، ولهذا يعني نحترموا بعضياتنا ونديروا بعضياتنا، يعني كل وحده والراي ديالها، نحترموا الراي ديال بعضياتنا وصافي باش نبقاو مزيانين. صافي بقاو معايا دابا كيفما قلت لكم انا فطرت وكلشي. غنجمع شويه الدار وغندير الغداء، وان شاء الله اليوم غندير البايه وبغيت نشارك معكم كيف ما وعدتكم الريسيطه اللي هي كيفاش كنصاوب انا البايه. صراحه كتجي لذيذ الطريقه باش كنديرها دابا، غنوريكم ان شاء الله. وصافي ندوزو دابا ونوريكم ديريكت نيشان، غنهبط دابا ندير البايه ونوريكم كيفاش كنصاوبها وكلشي، ومن بعد داكشي غادي ندير غادي نوريه لكم ان شاء الله. البنات خديت الدجاج، يعني صدر ديال الدجاج اللي عندكم جنيوحات يكون حسن لحقاش كيجيو لذادين، ولكن انا اليوم ما كنتش معوله ندير البايه، ما كانش عندي، وكان عندي غير صدر ديال الدجاج قطعته شرائح بحال هكا كما كتشوفوا طوالي في الطريقه ديالي ديال ديما، وغادي نقليه وديك الساعه نزيد عليه الفوت. دابا غنوريكم كيفاش كنديرها يعني بطرق كامله، يعني غنوريكم كلشي. هنا البنات ضفت عليها بصل بصله كما كتشوفوا، درت شي ما متوسطه ما كبيرهش بزاف، يعني متوسطه نقولوا ما كبيرهش بزاف، ضفتها هنايا. هنايا كما قلت لكم الزيت درت الدجاج وضفت عليه البصله، وغنضيف عليه دابا شويه الملح شويه لحقاش انا الدجاج ديما كنخليه في الماء والملح والفطرون وكيولي مالح، يعني باش من بعد ما نديرو في الفريكو كنديرو في الماء ومن بعد كنسطرو وكنشلو، دايما كنشلو، ولكن مع الصدر كيشرب الملوحه ولهذا ما غنديرش الملح بزاف. وبالنسبه للبنات الكالدو غنستعمل هذا ديال البيسكادو باش يعطي واحد البنه خاصه، قريتو بعدا ما فيه كيبان لي ما فيه والو الله اعلم، فيه بينو بلانكو، ولكن انا ما سمعت بانه لا كان بينو بلانكو ماشي مشكل والله اعلم، يعني هادشي صراحه ولا كيحير. وغنستعمل هذا ديال بريبارو ديال بايا كما كتشوفوا شويه صفر لحقاش كنستعملته، كنستعمل يعني شحال هو عندي لحقاش ما كنديرش صراحه بايا بهذه الطريقه يعني اسبانيولا، ديما كندير انا الرز العادي وصافي. حاصل كندير هذا ملي كنبغي ندير بايا، وهذه هي المطيشه المركزه مع فتحتها بغيت نديرها نكملها باش ما تبقاش تضيع، ودايره بحال هكا نوريها لكم. شو البنات دايره بحال هكا، هي كجاتني شويه ما مكونسونطريش بحال مطيشه عيشه، مطيشه عيشه مكونسونطريه بزاف، هذه ولا ما عرفش يعني جاتني بحال شويه ما مكونسونطريش عليها غير شويه، ولكن زوينه عجبتني وبثمن ما وصلش اورو، يعني مزيانه خصوصا البنات اللي راه جاي رمضان الا بغيتي تستعملوها. كما قالت لي واحد البنت قالت لك راه ديال القزر غاليه بزاف خلاتنا. ايوا ها هي، ايوا صافي انا غنوريكم دابا الطريقه كيفاش نستعمل هادشي. هنا البنات ضفت ليها مطيشه وهي شتو درتها في الوسط. هنا البنات كما كتشوفوا ضفت شويه ديال الكالدو من هذاك اللي وريتكم لحقاش بدا كيلصق ليا هذاك الشيء، وضفت هنايا الثومه على كملها لحقاش انا كيعجبني ندير الثومه على كملها باش الا قطعتها ولا هذا كتجي يعني ملي كنكونوا ناكلو كتجيني فمي ما كتعجبنيش، ولا طحنتها كيما ولا حكيتها صغار ما كتبقاش تبان المذاق ديالو، لهذا كندير على كملها ومن بعد كنحيدها.
بالنسبه للروز البنات خديت هذا اللي مكتوب هنا ايفابوريتادو يعني مفور، هذا كيطيب دغيا، وكما مكتوب هنا نو سي باس زعما ما كيبقاش يتعجن ولا يخسر، كيطيب ديما كيجي كيف يعني كيف خصو يكون الروز. كناخذو ديما، وهذا يمكن لا داير اورو، ما واش اورو كامل، هو غالي شويه على العادي ولكن زوين، كنديرو ديما في التفوار ولا لبغيت الروز يجيني زوين هذا هو اللي كنستعمل، راه كاين في ميركادونا البنات. وبالنسبه لهذاك الكالدو اللي وريتكم على حساب البينو، انا على حد علمي الا ما كانش الكول يعني راه حلال، عافاكم اللي عندها شي علم شي وحده تقولها لينا ونفيدو بعضياتنا، لحقاش هذا الشيء صراحه ما بقاش كيعجب ولا كلشي حرام، خصنا نعرفو يعني نصحو بعضياتنا باش نعرفو واش كناكلو. وهنا البنت ضفت العقده البنات، سمحوا لي ضفت الحوت، كيما شفتوا هذا الحوت هذا عجبني بزاف لحقاش فيه بزاف، هادو ما عرفتش نتوما بالعربيه عاوتاني فيهم بزاف، يعني فيه الحوت مزيان ما فيش يعني غير داك الحوت البياض وداك الشيء يعني اللي هو اصلا رخيص ما يحتاجش ناخذو غالي، وعجبني بزاف على هذاك اللي كناخذ في البلاستيكه، وعاد باش طرفت شويه للزينه انا غنوري لكم من بعد ملي غادي نكمل. دابا غادي نضيف هذا الحوت وغادي نحطو شويه وندفع عليه الرز والكالدو. هنا كما شفتوا البنات ضفت الرز ديالي، درت مثلا تقل انا جوج الكيسان اللي درت على حسب كل وحده والقدر ديالها على حسب المقلاه حتى هي، درت جوج كيسان ديال هذاك الرز اللي وريتكم، ضفت الاقامه وضفت زيت الكالدو عاوتاني، ودابا غادي ندوز اللي هو غادي نزين البايا ديالي. وصراحه الطريقه كتجي زوينه زوينه بزاف وسهله، سهله التحضير وكل شيء، وهذيك الاقامه حتى هي لذيذه صافي. كما شفتوا هنايا صافي زينته، وزدت ضفت داك الكالدو اللي بقى باش يتغطى الرز، خص الرز يتغطى كامل باش حتى هو يطيب مزيان، لا بقى شحال الرز من الفوق ما كيطيبش من الفوق وكينشف وكيبقى قاسح. غادي نخليه يغلي، يعني انا نورمالمون واش كندير كنحطو فوق الراس الصغير ديال البوطه، لحقاش في الراس الكبير كيتحرق، وهذا كنديرو في الراس الصغير كنخليه مجهد حتى يتبدا كما كتشوفوا كيتوخ بحال هكا، وكنقص عليه باش يطيب شويه بشويه وداك الرز يشرب مزيان هذيك الكالدو هذيك الشيء، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف وكيطيب يعني بواحد الطريقه زوينه، ما كيلصق ما كيتعجن ما والو، صراحه كيجي لذيذ بزاف. انا كتعجبني بزاف هذه البايه، هذه الطريقه اللي كندير كتعجبني بزاف. وبغيت نقول لكم البنات هذا هو الحوت اللي كنستعمل، كنت خديته من ميركادونا كنظن 3 اورو و 90 3 اورو 50، كنت كناخذ واحد ديال الساشيه، ولكن عجبني بزاف هذا اللي كيجي بحال هكا بحال هكا هذه اللاطه، تا هو تقريبا نفس ونفس الثمن ديال الاخر، ولكن هذا فيه الحوت اللي كيعجبني، هذاك الاخر فيه الحوت الابيض بزاف، وانا ما كيعجبنيش الحوت الابيض في البايه، كيعجبني هذا النوع ديال الحوت اللي كاين في هذا، صراحه عجبني في المذاق ديالو لذيذ، كيجي مع البايه كيجي لذيذ بزاف، وفيه 350 غرام يعني تقربوا 310 510 سمحوا لي البنات 510 غرام كما شفتوا. وحاجه اللي ما قلت لكمش هو انني نورمالمون في البايه كناخذ منين كنكمل عين الزين ديالها كندير نص سيترونه ولا نص حامضه وكنعصرها من الفوق، وكنقطع جوج دوائر وكنحطهم من الفوق وكنخليهم يتزين، وحتى في نفس الوقت كتلقى واحد المذاق زوين. وهذه هي الطريقه اللي كندير انا دائما، صراحه البايه كيف ما قلت لكم كتجي لذيذه 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 بزاف بدا ما نعاود لكم هذه الهضره. ودابا البنات كما شفتوا هنايا البرودوي ديال الصابون، بغيت غندير واحد الماكينه ديال الصابون مع بزاف بكم كتقول لي نشارك معكم يعني شنو هما المنتجات اللي كنستعمل ميركادونا، وهادو اللي غنوريكم دابا كلهم كنستعملهم ميركادونا. بالنسبه لهذاك التي اللي كتشوفوا كنت كنستعملو شحال هذا، ولكن صراحه ما عجبنيش، استعملته جوج مرات، شريت هذا الموب اللي كتشوفوا شريت الخضر، لحقاش هذوك الكابسولات ماشي ديال هذا الباك كانوا في الخضر وانا حيدتهم درتهم في هذا، حقاش كانوا بقاو لي شي وحدين من هذا وخلطتهم وبقاو غير خضرين. دابا الثمن ديالو كان اورو 50 ولا اورو 50 كان رخيص بزاف. ندوز دابا كنستعمل هاد سوافي سانتي هذا اللي كتشوفوا ديال الجاسمين، زوين 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 بزاف، كيخلي الريحه غزاله في الحوايج، كيخلي كما قلت لكم الريحه غزاله في الحوايج وكيخليهم رطبين، صراحه كيعجبني بزاف. والثمن ديالو ما وصلش جوج اورو، داير يمكن شي اورو 70. وثاني بالنسبه للانتي مانشرز كنستعمل هاد الاكتيفادور، هذا الثمن ديالو يمكن داير 3 اورو 50 ولا ما عرفت 3 اورو موصلش 3 اورو والله ما عقلت، ولكن ما فيهش 3 اورو 50 انا ناكدها لكم. كيجي فيه واحد على شكل ملعقه لداخل، مثلا ملي كيكون عندي الحوايج فيهم المانشات بزاف كنستعمل معلقه كامله يعني على كملها، ولا كان عندي غير شويه كندير نص معلقه، يعني كنحوايج فيهم غير مانشات قلالين كما عارفين مع الوليدات، وزوين بزاف وكيديني تقريبا شهر كامل. هذا بالنسبه لكثره الصابون. اما هذا الصراحه كما قلت لكم ما عجبنيش، بقاو لي هذوك جوج بغيت نستعملهم نحيدهم عليا، حقاش تقاد لي الاخر، بالحق انا غنوريهم لكم ملي غيجيبوا دابا الزوج ديالي غنوريه لكم، كيعجبني بزاف هذاك الاخر دابا نهضر لكم عليه، ولكن هذا ما عجبنيش. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش المانشات وهذا ماشي مشكل تقدروا تصبنوا به حوايجكم، ولكن اللي قاعده الوليدات والحوايج ديالها كيتمانشاو
ما يلاقش لكم هادشي. انا بعدا ما عجبنيش هذه هي تجربتي الخاصه، كنت خديت هذا المدادي هذا بنفساجي، وكنت خديت الاخضر نجربهم بجوج وما عجبنيش صراحه حتى واحد فيهم. وحتى ديال الاريال اللي كنت استعملته هو زوين ولكن غير اقتصادي، وكيدير نفس الشغل اللي كيدير هذا اللي غنوريكم دابا، جد جد اقتصادي يعني الثمن ديالو زوين اقتصادي. هذاك ديال اريال كان ديال 6 اورو شي حاجه، وفيه غير 21 كابسولات، وكيديني كان شهر وما كيكمل ليا شي مرات شهر. ولكن من بعد ما تعرفت على هذا اللي غنوريكم عجبني بزاف، وبغيت نشاركو معكم باش تعرفوا لحقاش كان داني مده طويله باش عاود شريته عاود تاني. وصافي هادو هما الحوايج اللي كنستعمل البنات باش نصب الحوايج، بنشاركو معكم كيف ما قلت لكم بزاف بكم طلبتوا ليا قلتوا لي نوريكم المنتجات، وغنبقى نحاول ديما في الفلوق نوريكم شي حاجه حتى ان شاء الله التقضيه ديال الشهر الجاي ان شاء الله، ونوريكم اشنو تقدي الحوايج اللي ما وريتكمش في الفلوقات ان شاء الله. دواتي اللي قلت لكم كنستعمل هو هذا كما كتشوفوا، وكما كتشوفوا كيدي فيه 72 طبينه، وانا داني 3 شهور يعني خصكم حقاش بزاف بنات نبقاو نكثروا التيت زعما باش يخرج لنا الحوايج داكشي، هذاكشي ما فيهش حتى شي فائده يعني. كما شفتوا كنستعمل هذاك اللي قلت لكم ديال مانتاج، وكنستعمل هذا كندير تقريبا يعني شويه ما كنديرش بزاف يعني، خصكم تشوفوا اثنين خصو يكفي يدير لكم 72 طبينه يعني 72 كما كتشوفوا يعني. هذا راه زوين بزاف انا عجبني، كنستعمل ديال اريال ومشيت هذا عجبني بزاف، وكيدي كما قلت لكم بزاف، والثمن ديالو ديال 7 اورو شي حاجه. هو هذا راه غتلقاوه يعني راه ما كاينش في ميركادونا كنظن، ما كاينش، انا كناخذو من بلايص اخرين، كاين في الكاريفور في ايروسكي، وكنظن كاع لي سوبر مارشي اللي يكونوا حداكم شوفوهم راه تقدروا تلقاوه لحقاش هاد ديكسان يعني راه موجوده. صافي انا من بعد جربته المره الاولى عجبني وخديته عاود ثاني، بغيت نشارك معكم بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم تعرفوا هادشي ديال هاد لي برودوي هادو. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البايا اللي درت، صراحه جات زوينه، ضغطت واحد الشيء مروزه وجه جديد. اشنو درت مع انا عندي هاد المقله هذه كتحرق البنات، حرقات ليا والبوطه شويه، وخا نقصت لحطها بدا كيلصق كما شفتوا هنا يلصق واحد شويه، وانا ندخلو للفران ونقصت عليه وخليته في الفران حسن. الا كنت يعني عندكم شي مقله كتلصق ولا البوطه ما كت واخا كتنقصوها كتبقى شويه مجهده، ديروه في الفران وديروه مثلا على 200 درجه من الفوق ومن التحت، وخليه وغطيه بابل الومنيو ضروري باش يجي زوين. بهذه الطريقه كيجي حسن، غليوه فوق البوطه ومن بعد ديروه في الفران، خليو الماء فوقه وخليوه على 180 درجه كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. وصافي البنات كنتمنى يكون عجبكم الديكور النهائي الشكل النهائي شفتو، صراحه انا جات لذيذه. دابا البنات صافي من بعد ما درت داكشي كلشي طلعت لهنا باش نصور لكم واحد الفيديو بنت صبغت ظهري بهاد اللون، وبغيت غير نقول لكم ونوضح بزاف ديال البنات اللي كيقولوا لي يعني واش انت ما كتصليش، واش انت ما كتصليش، علاش دايره الصباغه. البنات انا عارفه بان الناس ما مزيانش يعني توضاو بالصباغه، ولكن الصلاه تجوز بالصباغه، خصنا غير قبل كل وضوء نصبغوا ظهرنا. بحال مثلا اليوم صبغت ظهري 3 مرات كما غتشوفوا في الفيديو، كاين شي لقطات كنبدا مصبغه كاين لي لا لحقاش كنصبغها باش ندير بغي ندير الفيديو ما كيصدق لياش، كنمسحها كنعاود نصبغ، ولهذا دائما كنحاول شي صباغه تكون رخاص رخاصين وكينشفوا دغيا. وبغيت نقول لكم يعني لحقاش كتقولوها ليا بزاف في التعليقات نوضح لكم هذه النقطه، شكرا بزاف يعني بالنسبه لكم الا كنتو يعني كتقول لي هذه القضيه كنصيحه، شكرا شكرا بزاف. ولكن راني عارفه بان حرام يعني ولا لا يجوز نتوضاو بالصباغه، خصنا دائما نحيدوها، وراه كنحيدها كنحاول كيف ما قلت لكم دائما ندير صباغه اللي كتكون دغيا كتنشف باش نديرها وتنشف وندير لكم الفيديو. شي مرات كنخرج بها على حسب كل مره واشنو، ولكن انا عارفه اللي مهم هو ان قبل الوضوء نحيد صباغه ديالي. اليوم استعملت هذا، درت هاد الكرون عندي دابا ديال 30، ولكن انا تالي ليا ديال ناخذ ديال 50 حقاش بدا كيسخن الحال. هذه اللي كنستعمل البنات ديال لاروشي بوسير نوريتها لكم في روتين العنايه بالبشره، وغادي ندير هاد الفوندو تاع هذا باش نجربو ديال فيتمي باش نهضر لكم عليه واش زوين واش لا، ونشوف الا قديت ندير لكم واحد الفيديو واحد شويه تشوفوا كيفاش كيجي في فوق البشره. وبالنسبه لهذا استعملته هو لي درت فيه كعكر ديال ايسينس هاد اللوين هذا، ودرت هاد الكونسيلر هذا ديال فيتمي كما كتعرفوا رساله ليا عاود خديته عشاني السميه ديالتو حتى عاوتاني كتمسح ليه السميه دغيا كما هو هذا فيتمي ديال نيبلي حتى هو كاين في المغرب، الثمن ديالو ما فايتش 50 درهم ما وصلش 50 درهم. واستعملت هاد الهايلايتر ولا اش كيقولوا لي هاد على حساب الاضاءه الحنيكات هذا ديال ريفولوسيون يلاه شريته دابا نهضر لكم حتى هو عليه ان شاء الله. ونستعمل هاد الماسكارا هادي
ديال ميركادونا صراحه ولات كتعجبني بزاف بزاف بزاف، والثمن ديالها جد مناسب. صافي المات هادشي وليت اللي غنستعمل في المكياج ديال اليوم. السلام البنات، شوفوا هاد العجائن كلهم من ميركادونا ديال البيتزا ديال اوخالدري ديال هادي ديال هادي وسميتو حلو من غير هادي بوحدها. بعدا انا خديت هادي ما فيهاش، هادي ما فيهاش، اما كلشي فيه، كلشي كلشي فيه الكول. هادي حتى هي فيها المنطقه ديال سير دون مكتوبه من بعيد، وكلشي هادو فيهم من غير هادي ماسا كيلو وهذا ما صبريك، هما اللي ما فيهم الشوالو. هردوا البال البنات. بالنسبه للبنات اللي كتديو صيفطوا ولادكم للمدرسه، شوفوا هذا راه زوين ديال الطون، حتى هو قريتو ما فيه والو كنظن، بعد عاودوا قراو حتى نتوما تاكدوا. سهله باش ديروا بوكاديوس زوين، والثمن ديال 2 جو 30، فيه ثلاثه الحبات زوين، كيكون في البلاصه فين تيكون فرماج. هنا البنات كاين هذا كريمه ديال الميندراس ديال اللوز، هادي ديال تشيمبوطي دوسيلاتي بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعمروا لا طارت وداكشي. عاوتاني كاينه وحده اخرى ديال المانا كتكون في بلاصه تيكون هاد الحليب كوندنسالا حليب عادي. البنات اللي بغا سكرين هي كاينه حدا السكر، وجابوا واحد العسل هذا زوين ديال اغافي، يعني ناضورال بالنسبه للبنات اللي مع تيبغيو ياكلوا شي حاجه حلوه ولكن دايرين ريجيم، هذا راه زوين. هذا العسل ديال السيروبي ديال اغافي تيجي مع الكريب وداكشي، الثمن ديال 2 جو 50 كاين في هذا البلاصه. كيبغي يدير شي هوات مثلا الا كان عندكم ضيف زوين، هاد الخبيزات شفتو كديروا فوقهم كيسو وداكشي اللي بغيتو. كاينين انتغراديس وكاينين سلطات، هما كيكونوا في البلاصه فين تيكون الخبز. كاينين البنات بزاف ديال النوع، كاين هذا رخيص هذا شويه، عاوتاني كاين هذا اي باس، كاين هذا النوع هذا عاوتاني، هذا دايرين اورو 12 وهذا دايرين 55، رخاصين بزاف. عاوتاني البنات هذا الخبز هذا بانه فيه ديك النمره 471 اللي هي كفايه كتعني الحلوف. نشوف واش بيبان شويه ديال الحلو هو وهذا مين ما عرفتش نتاكد، انا مابقيتش كنشري حتى نتاكد. البنات بغيت نقول لكم راه من بعد ما خرجنا من ميركادونا لحقاش ما قلت لكمش انا فين غاديه ومنين جايه، وريتكم شي حوايج اللي لي هما حرام وشي حوايج اللي زوينين يقدروا ينفعوكم في يعني المشتريات ديالكم. وان شاء الله في كل بلوك نوريكم شويه بين ما نتقدى التقدير الشهريه ونوريها لكم ان شاء الله. بغيت نقول لكم راه نبقاو شويه في الجرده من بعد نمشيو للدار، وبغيت نقول لكم باي باي، تهلاو في راسكم حتى البلوك الماجي ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب، اي حاجه خليوها ليا في التعليقات بحال ديما، كنبغيكم بزاف، باي باي.